خلال بعد 10 محرم حسب المعطيات اللي موجوده. نعم. انه هناك ان كان زياره الى بغداد، والآليات اللي وضعت والاتفاقات اللي تمت مع السيد السوداني كانت لها اعتقد جدوى في 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 حل هذه الاشكاليه ان شاء الله، باعتبار انه كثير من الطروحات وكثير من زياره السيد مسعود تقصد له زياره وفد اخر؟ لا حتى زياره الزعيم مسعود البرزاني الى بغداد كان من ضمنها، باعتبار كركوك من الاولويات اللي كانت موجوده لدى المباحثات الموجوده. فهذه الايام القادمه ستكون من الطروحات اللي انطرحت، يمكن يكون تدوير لمنصب المحافظ بين المكونات اللي موجوده، ممكن يصير هذا الامر. وانا انتظر خلال الفتره القادمه ان شاء الله بعد 10 محرم ستكون انفراجه باذن الله.